أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في إقليم كاتالونيا أن الائتلاف المكون من أحزاب انفصالية فاز بالأغلبية في انتخابات الإقليم. وأظهرت النتائج أن الأحزاب الانفصالية بصدد الحصول على نحو 70 مقعدا في البرلمان المؤلف من 135 مقعدا بعد فرز نسبة كبيرة من الأصوات. فيما اعتبر زعيم كاتالونيا كارلوس بوتشيمون الأغلبية التي فاز بها الانفصاليون بمثابة انتصار لما أسماه الجمهورية الكاتالونية على الدولة الأسبانية.